ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. الله صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا Yeah.
جرت على الإسلام يا من صنع رديء أنا أريد أنصب على أهل المجد ما إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأجل تعجيل فرج صاحب العصر والزمان وتقديم العزاء له، عطروا مجلسكم والصلاة على محمد وآل محمد. نتحدث في هذه الليلة عن الإمام الهمام سادس أهل البيت من الأنوار الطيبة القدسية، سيدنا ومولانا الإمام الصادق. نأخذ شذرات من حياته. الإمام سلام الله عليه ولد سنة 83 هجري بالمدينة المنورة، وكانت وفاته بأبي وأمي 148، فكان عمره الشريف 64 سنة، بعض الروايات تصير 65 سنة. وكان أكبر الأئمة سلام الله عليهم عمرا. سلام الله عليه، أمه أم فروة، فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. طبعا المؤرخين دائما يذكرون هذه الرواية، شوية بدنا نعلق على الرواية. طبعا هذه الرواية غير صحيحة، لأن الرواية عامية من المخالفين، والرواية ليش؟ لأنه يريد يقربون الخليفة الأول للأئمة الأطهار. أبو بكر محمد بن أبي بكر، هنا الرواية صحيحة عند محققين، لأنه هذه الرواية لا يعول عليها من المحققين ومن علمائنا. ليش ما يعول عليها؟ لأنها ضعيفة السند ومن المخالفين. الرواية الصحيحة أم فروة فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي سمرة ابن بكر. هذا الطفل سكت حبيبي، كرار اسكت يلا. ابن أبي بكر. العادة عند المؤرخين عندما يريد يكتب التاريخ، شنو يكتب التاريخ؟ يمر على شخصيات، هذه الشخصيات تكون معروفة عنده فيأخذ مجال أما نسيانا وأما يأخذه القلم ويجري ما يجري ويكتب، لكن اللي يرويها في الدلائل عند المقاني
شو يقول؟ يقول هذه الرواية ابن أبي سمرة ليس محمد ابن أبي بكر. مع العلم محمد ابن أبي بكر رضوان الله عليه كان من الموالين للأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالصادق سلام الله عليه أمه فاطمة، لذلك عندهم الرواية العامية يقول ولدني أبي بكر مرتين، وهي رواية صحيحة إذا تراجع بعض المقالات والدلائل للمقامي، وبعض المحققين أثر يطلب يأخذ منها الأثر ويقول هذه الرواية ضعيفة السند وهي عامية غير صحيحة. زين، أمه سلام الله عليه وكان بأبي وأمي عاشر، هشام ابن عبد الملك أول ولادته بزمان هشام ابن عبد الملك. هذا هشام ابن عبد الملك أواخر ملوك بني أمية، وعاشر المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه. فالفترة هاي انتقال السلطة بين الدولة الأموية والدولة العباسية أكو صارت ثغرة. شنو دخلت؟ دخلت قضايا أو أحداث في زمن الإمام سلام الله عليه، هذه الأحداث صارت كأنه ثغرة، أو بالأحرى بالمعنى الصحيح علمية، ثغرة علمية. يعني الإمام استغل الوضع من مناوشات بين الأمويين والعباسيين، أخذ مجال بهذه الفترة لأنه السلطة مو متمكنة حتى يكون ملاحق من قبل السلطة، فتوجه لمن؟ وأرسى مدرسة علمية طائلة المدار المدينة، وكان يخرج 1000 من العلماء الجهامذة، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم كان له باع طويل بالعلم، و بعض علماء السنة أحمد بن حنبل وغيره وصاحب الصواعق وغيره يقول له هو أفقه الناس، أفقه الناس. عندما يسألون الناس يسألون هؤلاء يقولون أفقه الناس هو جعفر بن محمد الصادق، وأبو حنيفة كذلك دائما. فلذلك ابو حنيفه قام هو درسه، لكن قام يخالفه ويخالفه بالقياس ويخالفه، ودائما يقول انا كل شيء خالفت الامام الصادق الا بشيء واحد. شنو هو؟ يقول بالسجود لما اسجد ما عرف الإمام الصادق هل يغمض عينيه أم يفتحهما، ولكن كأنه الإمام يقول ولكن كأن الإمام الصادق لا يعيب بصلاته فيقول لا يغمض عينيه وإنما يفتحهما. يعني شنو؟ أنا كل شيء